أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. داعش يخترع طريقة إعدام بشعة بحق أسير لديه وينفذها بلقطات حية. داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مفوضية الانتخابات الليبية في طرابلس. الرئيس الأمريكي يقول قررنا تقريبا الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. أيضا في أخبارنا، الصين تنشر صواريخ كروز في مواقع ببحر الصين الجنوبي. أمريكا تعيد آلاف القطع الأثرية المهربة إلى العراق. تشغيل مطار إسلام أباد الجديد اليوم. وفي أخبارنا المنوعة، ناسا ترسل روبوتا جيولوجيا إلى المريخ للقيام بأعمال حفر عميقة. وفي الصحة، احذروا الاستحمام المتكرر خلال اليوم فهو يعري الجسم من الطبقات الواقية.